نعم، الضغط يتصاعد، وأيضا الإجراءات الأمريكية في تقديري ستتصاعد بشكل ربما مركز وخطير. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية لديها ربما نفس طويل الآن فيما يخص المباحثات النووية، ولا تريد أن تفلت الأمور من عقالها بالنسبة للعلاقات مع طهران. هي الآن تحاول أن تهدئ هذا الجانب المهم والحساس بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة للولايات المتحدة وبالنسبة لكل الدول، حتى الدول العربية المحيطة بالدولة الإيرانية. هذا هو السبب الرئيسي الحقيقة، هي لا تريد أن تجعل من هذا الموضوع ضربة موجعة للميليشيات المؤيدة لإيران، أن تجعلها سببا لتعطيل الاتفاق النووي الذي تسعى إيران إلى الولايات المتحدة إبرامه، وأيضا تحييد إيران بقدر أو بآخر من المنطقة، من استغلال نفوذها، من استخدام نفوذها، من التدخل في الشؤون الداخلية، من محاولة تكديس الأسلحة وتهريب الصواريخ إلى سوريا عبر الأراضي العراقية. أمور كثيرة تعلمها واشنطن ويعلمها الكيان الصهيوني بدقة، لكن لحظة المواجهة ولحظة القرار التاريخي ربما الذي ستتخذه ليست أمريكا فقط، وإنما ربما تحالف دولي وأيضا بضمنه إسرائيل ضد الغطرسة الإيرانية وتجاوزها كل الحدود المعقولة في التعامل الدولي وفي استغلال نفوذها في مناطق عدة في الشرق الأوسط، سيكون الرد عنيف وسيكون الرد ربما موجع، وأيضا يتحمل تطورات وردود أفعال إيرانية وغير إيرانية، وهو ما تحشد له الولايات المتحدة ضمنا مع إسرائيل ودول بعينها لا أستطيع أن أذكرها، لكنني ربما لدي اطلاع على هذه الدول، وربما لدي بعض المعلومات عن الدول التي ستشارك في ربما ردة فعل عنيفة تجاه الميليشيات واتجاه قيادات، وحتى ربما استهداف بعض هذه القيادات داخل يعني.